فاصلة على منسوب تأسيس متر 60. طيب هعمل ايه البنود اللي هعمل لها حصر؟ عايز نعمل حصر لبند الحفر، تاني بند عندي بند الخرسانة العادية للقاعدة، تالت بند الخرسانة المسلحة للقاعدة، رابع بند الخرسانة المسلحة لزوم رقبة العمود، وخامس بند الردن. أول حاجة مديهالي في الرسمة مديني القطاع. أول حاجة عندي القاعدة الخرسانة العادية طولها 2 متر 30 وعرضها 2 متر 30 وارتفاعها 30 سنتي، والقاعدة فوقيها قاعدة خرسانة مسلحة طولها 2 متر وعرضها 2 متر وارتفاعها 50 سنتي، وفوقيها العمود بتاعنا أبعاده 30 في 30. أول حاجة بعملها بعمل الجدول بتاعي عبارة عن المسلسل بنود الأعمال والوحدة والعدد والطول والعرض والارتفاع والإضافة والخصم والإجمالي. أول حاجة المسلسل اللي هو رقم البند بتاعي. أول بند عندي عايز نحصره هو بند الحفر. طيب بند الحفر وحدته إيه؟ وحدته متر مكعب. ليه؟ لأن أنا بحصر طول في عرض في ارتفاع. طيب طول في عرض في ارتفاع يبقى متر في متر في متر بمتر مكعب. طيب أنا عندي كام قاعدة؟ هي قاعدة واحدة، يبقى العدد عندي 1. طيب طول الحفر عندي قد إيه؟ تعال نبص على القاعدة بتاعتي، لان انا هحفر على قد القاعده العاديه. طب القاعده العاديه طولها 2 متر 30 وبحط رفرفه يمين 30 سنتي ورفرفه يمين 30 سنتي، يبقى 2 متر 30 زائد 30 يمين و30 شمال يديني 2 متر 90. طيب والعرض قد ايه؟ ده احنا عندنا القاعده مربعه، لو بصينا هنا ده القاعده طولها 2 متر 30 و15 و15 و32، وهنا 2 متر و15 و15 يبقى 32، يبقى القاعده بتاعتي مربعه، يبقى العرض زي الطول 2 متر 30 في 2 متر 90 في 2 متر 90. طب وارتفاع الحفر بتاعي هو منسوب التأسيس، منسوب التأسيس مديهولي متر 60، يبقى الارتفاع بتاعي متر 60. طب لو مش اداني منسوب التأسيس هحسب الارتفاعات بتاعتي اللي هو رسمها لي. اول حاجه ده منسوب الارض الطبيعيه بتاعتي، هو نازل عندي وش المسلحه ب 80، بعد كده 50، بعد كده 30، لو حسبتهم هيطلعوا متر 60، واضرب بعد كده العدد في الطول في العرض في الارتفاع هيديني 13.456 متر مكعب، بحطهم في الاجمالي بتاع الحفر. تاني بند هحصره عندي بند الخرسانه العاديه للقاعده. طيب الخرسانه العاديه للقاعده انا هحصر برضو طول القاعده في عرضها في ارتفاعها، يبقى متر في متر في متر متر مكعب. طبعا عندي كام قاعده عاديه؟ ده انا عندي قاعده واحده عاديه. طب طول القاعده العاديه هجيبه من فين؟ اهو تعالى نشوفه، ده هو مديني طول القاعده العاديه 2 متر 30 وعرض القاعده العاديه 2 متر 30. طب ارتفاع القاعده هجيبه من المناسيب بتاعتي، تعالى بص القاعده العاديه بتاعتك ارتفاعها 30 سنتي، يبقى 2 متر 30 في 2 متر 30 في 30 سنتي يديني 1.587 احطه في الاجمالي. بعد كده تالت بند عندي بند الخرسانه المسلحه للقاعده. الخرسانه المسلحه للقاعده هحصر ايه؟ هحصر برضو طول في عرض في ارتفاع والعدد 1. طيب طول القاعده المسلحه، تعال نبص القاعده المسلحه اهي طولها 2 متر في عرضها 2 متر، يبقى الطول ب 2 متر والعرض 2 متر. وارتفاع القاعده هجيبه من على القطاع بتاعي، ارتفاع القاعده المسلحه بتاعتي 50 سنتي، هحطه فين؟ هضرب 1 في 2 في 2 في 50 واحط في الاضافه 2 يديني كميه الخرسانه المسلحه للقاعده ب 2 متر مكعب. رابع بند هحصره الخرسانه المسلحه لزوم رقبه العمود. هو يعني ايه رقبه العمود؟ يعني الحته اللي اتردم عليها من العمود فوق القاعده المسلحه، يعني حته من وش المسلحه لحد منسوب الارض بتاعي. طب تعالى نشوف الحته المردوم عليها من العمود قد ايه؟ ده انت بصيت عليها هتلاقيها 80 سنتي، يبقى الارتفاع بتاعها 80 سنتي. طيب تعالى نشوف احنا عايزين نحصر الخرسانه المسلحه لزوم رقبه العمود، كان عندنا كام عمود؟ واحد، يبقى عندنا رقبه عمود واحده. طيب طولها قد ايه وعرضها قد ايه؟ ده هي طول العمود وعرض العمود اللي هي 30 سنتي في 30 سنتي، في ارتفاعها ارتفاع رقبه العمود قلنا هنجيبها من هنا ب 80 سنتي، نضرب 1 في 30 في 30 في 80 يديني .072 ونحطهم في الاجمالي. بعد كده اخر بند عندنا بند الردم. طب انا هردم على ايه؟ مش انا حفرت الموقع بتاعي كله وبعد كده حطيت القاعده بتاعتي، حطيت قاعده خرسانه مسلحه، يبقى قاعده خرسانه عاديه، بعد كده قاعده خرسانه مسلحه، بعد كده العمود بتاعي، يبقى انا هردم حوالين الخرسانه العاديه والمسلحه والعمود. يعني ممكن اقول له ان كميه الحفر كلها ناقص كميه الخرسانه العاديه زائد الخرسانه المسلحه زائد رقبه العمود، كده اجيب كميه الردم. طب كميه الحفر احنا كنا حاسبينها ب 13.457، والخرسانه العاديه للقاعده كنا حاسبينها ب 1.587، والخرسانه المسلحه للقاعده كنا حاسبينها ب 2 متر مكعب، والخرسانه المسلحه لزوم رقبه العمود كنا حاسبينها ب 0.072. نحطهم فين؟ نحطهم في الخصم، يبقى 13.456 ناقص البنود اللي عندي دي يطلع لي 9.797.